بس خلينا برضو انا عايز ارجع لمازن برضو. مازن انت يعني طبعا في الوقت اللي انت كنت فيه تعرفت الموضوع وعملت العمليه، منتهى الاحباط ان انت تفكر ترجع تاني، ازاي هرجع ازاي تاني وانا عامل عمليه؟ شعورك كان ايه وازاي رجعت خطوه بخطوه للميه تاني؟ بص هو حضرتك انا احكي لك الموضوع من الاول. انا في الاول جالي الوجع في صدري في التمرين، فانا قلت كان عادي يمين ولا شمال؟ شمال. فهو احنا لعبه طف وانا بتخبط كتير، فقلت عادي مش مشكله. فقلت رايح اسبوع، ده اللي هو الفتره اللي انا كنت اصلا كان بيقول عليها كنت تعبان فيها. فريحت اسبوع من التمرين ما رحتش اكشف، وانا عاده يعني بحاول ابعد عن اي حاجه تبعدني عن التمرين ما بروح لهاش، فانا دايما عندي المشكله دي. فما رحتش كشفت، رحت بعد الاسبوع ده رحت اتمرن. جاي في التمرين مش قادر، مع اقل مجهود بنهج جامد جدا. وانا المفروض احنا كان بقالنا شهر ونص او شهرين بادئين الموسم، فخلاص الى حد ما فت، فالمفروض حاجه زي كده ما تعبنيش. فقلت انا اروح المستشفى، رحت خلصت التمرين يوميها، رحت المستشفى دخلت قالوا لي انت عندك عملوا اشعه عليك عملت اشعه وعملت سونار برضه عشان هي ناحيه الشمال، فالقلب يتاكد ان القلب في مكانه. فكانت المشكله في مكانه. ما هي المشكله بقى ان الرئه حصل فيها ضمور، ففي جزء الفرقع ده حصل فراغ والقلب بيبقى ساند على الرئه، فالرئه لما هي زي البالونه لما كشت القلب خايفين يتحرك. فانت لازم تتحجز في عنايه مركزه النهارده، والدكتور الله يسلم حضرتك الدكتور هيجي الساعه 7 الصبح يعمل لك العمليه. فانا طبعا مش مصدق كل ده، انا راجل جاي سايق بعربيتي دخلت بنفسي، فهروح واجي لكم. رحت في حته تانيه خالص. فهو هنا ساعه لما اسامه جه بقى لاني بتخانق، انا مش مقتنع تمام، وهجي لكم الصبح. ايه انتوا بتهزروا بالظبط؟ خلاص الدوري كان هيبدا كمان 3 اسابيع اخش عمليه. لا حول ولا قوه الا بالله. فبعد ما اسامه بقى اقنعني اتحجزت في المستشفى، عملت العمليه. كانت خياطه للرئه ولا كانت ايه؟ لا، اول انا عملت عمليتين. اول عمليه كانت بيدخلوا زي انبوبه كده في الصدر عشان تشفط الهواء، لما الرئه انفجرت بقى فيه هواء حاجب ان الرئه تتنفخ. في فرق بريشر، عايزين بريشر يسحبوه عشان يسمحوا للرئه تتمدد تاني. بالظبط. فهو فضلت مركب الانبوبه دي اسبوع، يعني دي كانت الخطه العلاجيه الاولى. للاسف حالتي كانت اصعب من ان هي بس محتاجه انبوبه بس، فلا كانت محتاجه جزء استئصال جزء من الرئه. فبعد اسبوع دخلت بقى عمليه ثانيه عشان يحافظوا على الجزء الباقي. استأصلت جزء من الرئه الشمال، وهو ما بتبقاش خياطه، هو بيحقن دم عشان يتكتل فيقفل، هو اضمن من الخيط. ف وقت طويل. بالظبط. بعدين عملت العمليه، بعدين بقى قعدت في المستشفى بعد العمليتين دول حوالي 3 اسابيع. بعمل برضو حاجه اسمها سكشن، شفط للهواء، ده كان من اصعب الحاجات يعني اللي عدت عليها. شفط من الهواء وانا مؤلمه ان انا ببقى صاحي، انا ببقى صاحي، ويمكن هم حضروا مره من الوجع، بس الحمد لله يعني مرحله وعدت. وقعدت يعني خدت فتره التعافي، اخذت حوالي 3 شهور. كان طبعا الدور الاول كله فاتني، كان التحدي بقى ان انا حاطه قدامي ان انا عايز الحق اكسب مع الناس دي، عايز الحق ابقى معاهم حتى لو بدور صغير. انا حتى كنت باجي التمرين في الاول ما بتمرنش طبعا، الدكتور مانعني من اي مجهود، باجي معاهم اشجع فيهم، عايز احس ان انا ليا دور، لان هم في الاخر قبل يبقى فرقتي هم اخواتي. انا الناس دي بفرح لما بتكسب. اول يوم نزلت فيه المايه بعد العمليه شعورك كان ايه؟ ده كان انا بجد قعدت احمد ربنا عشان انا ما كنتش متخيل ان انا حتى يعني كنت بيضحك شل... وبيهز راسه يعني جبنا بقى بسبوسه وعملنا قصه. لا ده كان يوم يعني كان اللي هو انا ما كنتش متخيل ان انا هبقى في المايه معاهم تاني. الله يسلم حضرتك، ربنا يا رب يكتب عليكم اي حاجه وحشه.